حرام وصل لكل المودين، تفطر الصايم ولك مثل اجره. شهر خير شهر رحمه يا رجين، والسعيد اللي اغتنم زهر عمره. بالحرام وصل لكل المودين، تفطر الصايم ولك مثل اجره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزفي إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بأحبابي، أبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي خلف الشاشات. أهلا وسهلا بكم في الروشن 26 وفقرة سدرة، فقرتكم المحبوبة. دعائكم يصلنا، رسائلكم تصلنا، كل شيء منكم يصلنا، ونفرح ويزيدنا همة فوق الهمة. أهلا وسهلا بكم في هذا الشهر الفضيل الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه المرضى من الشياطين. إلى الآن نعم، إلى الآن رمضان لم ينقضي، ولكن بقي القليل، ذهب الكثير، وما بقي ذهب. الأيام قلائل الباقية، لكنها أثمن من الذهب لمن استغلها. ونحن في العشر الأواخر، هذه العشر المباركات التي فيها ليلة خير من ألف شهر، من قامها فقد فاز والله، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن في هذه الليلة الجميلة، هذه الليلة الفضيلة، هذه الليلة ليلة 27، نرحب بكم ونجدد الترحيب أيضا بضيفنا الجميل اللذيذ الخفيف القريب من القلب، الذي كلماته تلامس القلوب، كلماته نحسبه والله حسيبه، لا نظن إلا أنها تلامس قلوبنا لأنها من القلب إلى القلب. قطع القيافي والقفار، أتى من الحجر، وأتى من جنب المقام، أتى من جانب الكعبة، هذه المسافة كلها لأنه قد وعدنا ووعد الحر دينا عليه. أهلا بشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد الصبحي، يا مرحبا ويا مسهلا. يا ياسر والشباب والإخوة والمشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، وهي من ليالي القدر، بل هي أرجى ليلة، هي أرجى ليلة وأحبها وأزكاها وأنداها وأحلاها. هذه الليلة هي الليلة التي الملائكة أكثر فيها من عدد الحصى. هذه الليلة نسأل الله تعالى كما وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها سلام، أن يجعلها الله تعالى سلام على كل مريض، سلام على كل محتاج، سلام على كل مهموم ومحزون. اللهم اجعل هذه الليلة ما أنزلت في هذه الليلة يا الله من سلام.